مساء الخير الزميل العزيز امير هشام، تحياتي ليك وضيوفك الكرام وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. وعقب انتهاء المؤتمر الصحفي لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب، سعدنا يكون معانا استاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره. استاذ طارق برحب بحضرتك في البدايه. كعاده النادي الاهلي دايما نادي كبير، نادي مبادئ، بياخد القرار المناسب في الوقت المناسب بعد انتهاء البطوله، ولكن النادي الاهلي زي ما اعلن الكابتن محمود الخطيب النهارده بيسعى مش بس لمصلحه النادي الاهلي ولكن لمصلحه الكره الافريقيه بشكل عام. وهو ده العنوان اللي كان يعني عنوان المؤتمر نفسه، من اجل الكره الافريقيه. النادي الاهلي قدره حاجتين، ان هو دايما معود جماهير ان هو يفوز بالبطولات، وان هو دايما هو قدره ان هو بيلعب على البطوله دايما، وده قدر النادي الاهلي. والحاجه الثانيه قدره ريادي في الكره الافريقيه والكره المصريه، فما كانش ينفع يحصل كل المواقف اللي حصلت والملابسات اللي متعلقه بازمه نهائي افريقيا من غير ما يحصل توضيح من النادي الاهلي من خلال كابتن محمود الخطيب. وده برضو اللي هو اقره مجلس الاداره وقت ما كنا بنبحث موضوع ازمه النهائي، ان في مؤتمر هيتعمل هيوضح فيه كابتن محمود الخطيب كل الحقائق والملابسات بغض النظر عن نتيجه المباراه سواء سلبيه او ايجابيه. النادي الاهلي دايما بطل، احنا جمهور النادي الاهلي، احنا مجلس اداره النادي الاهلي واحد من الجمهور بيحزن لفقدان اي بطوله. وفي نفس الوقت بعيدا عن الرياضه اللي هي فوز وهزيمه، كان يهمنا جدا توضيح كل الامور اللي حصلت لصالح الكره الافريقيه ولصالح الرياضه المصريه، سواء اللي حصل من في إدارة القصة كلها من خلال الاتحاد الأفريقي أو اللي حصل داخل مصر من خلال اتحاد الكرة. هو الواحد اللي بيعمل فيه إن أي حاجة تكون فيها ملابسات قصور أو غيره أو الكلام دوت، إن يحدث التحقيق اللي هو معالي وزير الشباب والرياضة طلبوا إنه يحدث التحقيق، وإن أي مقصر يتم الحساب. هو ده، يتم محاسبة أي مقصر، لأن في النهاية هو ده اللي بيضمن بعد كده إن الأمور تتم بالمصداقية المطلوبة ولحماية الكرة المصرية. الكرة المصرية تستحق أكثر من كده بكتير. النادي الأهلي بتاريخه وعراقته وتمثيله المصري في كل المحافل يستحق الدعم دايما من المسؤولين عن الرياضة في مصر، والكرة الأفريقية برضو تستحق إنها تكون في مكانة أفضل وأفضل زي ما عرض كابتن محمود الخطيب في المؤتمر. استاذ طارق، كانت رساله مهمه جدا من كابتن محمود الخطيب النهارده لكل جماهير النادي الاهلي، وطبعا باسم كل اعضاء مجلس الاداره لجمهور النادي الاهلي، محتاجينكم واحنا هنشتغلوا بس عشان نساعدكم الفتره الجايه. طبعا جمهور النادي الاهلي هو دايما هو السند والداعم لكل المنظومه الاهلاويه. الحمد لله اشتغلنا في الملف ده، تم ادارته بكل احترافيه من خلال مجلس اداره النادي الاهلي بالتعاون مع شركه الكره، وده الخط اللي رسمه كابتن محمود الخطيب من اول لحظه في التعامل مع الازمه دي. وما كانش ينفع عرض كل الملفات اثناء الازمه، اثناء الفتره بتاعه الازمه، عشان التركيز على مباراه النهائي، لان من اول يوم واحنا قررنا ان هو قرار مجلس اداره النادي الاهلي نلعب المباراه، فكان لازم برضو كما وعد كابتن محمود الخطيب وزي ما طلع من قرار مجلس الاداره من اول لحظه، ان احنا هيكون في مؤتمر يتم توضيح فيه كل الحقائق. والمؤتمر الحمد لله تم النهارده وعرض كابتن محمود الخطيب كل حاجه، وفي نفس الوقت اللي الواحد بيامل فيه مبدا المحاسبه، اي مقصر يتم محاسبته، عشان ده يبقى بعد كده عنوان لاي حاجه بعد كده، ان يكون فيه، لان ده سيتويشن او موقف يهم مصر كلها ويهم الكرة الأفريقية، أي مقصر فيه سواء من داخل مصر أو من الاتحاد الأفريقي يتم محاسبته. شكرا أستاذ طارق، بنشكركم بالتوفيق بإذن الله. أمير، ده كان لقاءنا مع أستاذ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، واتكلم فيه عن كل اللي حصل في المؤتمر الصحفي النهارده. يظل دايما النادي الأهلي في المقدمة ويظل دايما رقم واحد. الكلمة ليك يا أمير، ومتواصلين في مزيد من اللقاءات بإذن الله. بشكرك.